أمثال مصر وتاريخها تنبئك عن إسرائيل، اللي هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل، فما يصحش واحد يتكلم على إسرائيل ويسب ويلعن ويقصد الدولة الغاشمة، لأن إسرائيل كلمة شريفة، لأنه اسم نبي، فاهم؟ فلا تجعلك بقى الانطباعات السياسية تسيء لهذا الاسم الشريف. يعني في بعض الناس يكتب لك إسرائيل على الأرض عشان الناس تطق الكلمة، ما يصحش. إسرائيل ده اسم نبي، فاهم؟ عايز تعمل اكتب يهود ودوس عليها زي ما انت عايز، انما تكتب لي اسرائيل ما ينفعش، لان ده اسم نبي مشرف. كل الطعام، شوف ده جاء في القرآن، كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. يبقى اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب.